Problems. 11. A 15 waves a pass by a man standing at the end of a rock. In the scene, 1 minute. طلع given n equal 15. لما كان time 1 minute يعني 60 second. ماشي. And he observed that every 10 waves, 10 waves يبقى ده number 10 بس corresponding الكام, occupies 9000 millimeter. Millimeter يبقى ده distance. 9000 times 10 power negative 3 عشان احولها المتر, يعني بنتكلم في 9 متر دي الديستنس. اول حاجه طلب مني بريودك تايم. بريودك تايم هبتدي ابص على هنا, البريودك تايم التايم على النمبر, تايم اوفر نمبر يعني 60 اوفر 15, وده يطلع ب 4 سكند. بي فريكوانسي 1 على البريودك تايم يعني 1 على 4 هرتز. سي ويفلنس, انا هي تيجي بقى في الويفلنس دي والنمبر دول, ما هو دول اللي عندنا, يبقى اللامدا ايكوال ديستنس اوفر النمبر يبقى 9 اوفر 10 will be 0.9 متر. دي ويف فيلوسيتي بي ايكوال لامدا نيو, اللامدا ب 0.9 والنيو ب 1 على 4 عشان يطلع الويف فيلوسيتي ب 0.225 متر بير سكند. 12. The human ear can hear frequencies between 20 and 20,000 hertz. Calculate the least and the highest wavelengths can be heard by the human ear. طيب فنيجي نقول له كده, وداني الـ velocity بـ 314 meter per second. أنا معي اتنين frequency, frequency equal 20 hertz وfrequency تاني equal 20,000 hertz. أنا عايز الـ wavelengths في المرة الأولى وعايز الـ wavelengths في المرة التانية. والفي ثابتة في الاثنين 340. الفي ثابتة ب 340 متر بير سكند. طيب نبتدي ناخدها كده, الفي ايكوال لامدا نيو, لامدا 1 نيو 1 يبقى 340, لامدا 1 انا ما اعرفهاش ملتبلاي 20. لامدا 1 هتطلع بكام؟ هتطلع لنا على طول ب 17 متر. طيب تعال نكمل, في هنا لامدا 2 نيو 2, لامدا 2 عايزينها بس ال V ب 340 وال frequency ب 20,000 هرتز. لامدا 2 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 0.07 متر بطريقة بسيطة جدا. اهو ده اول حاجة, ده ال highest wavelength, ده ال highest وده ال least لان ده الكبير وده الصغير. لو حد خد باله الريليشن ما بين ال wavelength وال frequency inversely, فبالتالي 20 هرتز اللي هي الفريكونسي الصغيره مقارنه ب 20,000 هتديني ويف لينث كبير اللي هو 17, الفريكونسي الكبير بيديني ويف لينث صغير اللي هو 0.017 متر. 13. The frequency of two tuning forks were 220 هرتز و نيو 2 660 هرتز respectively. Find the ratio between their wavelengths in air. انت عايز الريشيو بين ذا ويفلنسز يبقى لامدا 1 اوفر لامدا 2, ده مبدئي. كلمه ان اير في الفي ثابته على طول, في كونستانت ان ا سيرتن ميديوم, يبقى انا عندي قانون بيقول ان نيو 1 على نيو 2 ايكوالز لامدا 2 اوفر لامدا 1. نيو 1 220 نيو 2 660 ايكوالز لامدا 2 اوفر لامدا 1. الريشيو لامدا 2 اوفر لامدا 1 equals 1 over 3. غلطتكم انتوا كطلبه بتيجي هنا, هو الريشيو بين انا عايز لامدا 1 على لامدا 2 يبقى بعكس الفراكشن, يبقى لامدا 1 over لامدا 2 equals 3 to 1, او الريشيو تقدر تكتب لامدا 2 to لامدا 2, لامدا 1 to لامدا 2 equals 3 to 1 بالشكل ده. 14. An oscillating body produces 960 oscillation in 1 second. يبقى ده النمبر 960 والنمبر التايم بتاعها ب 1 second. طبعا من هنا على طول اجيب الفريكونسي, يعني الفريكونسي ايكوال النمبر على التايم, يعني 960 على 1 يعني ب 960 هرتز. What is the number of reduced waves؟ عايز اجيب نمبر تاني, ماشي ادي النمبر ما اعرفوش. Of the reduced waves by this body until the sound reaches a person at a distance, the distance بكام؟ يعني دي الكورسبوندنج ليها 10 باور 8 بس مايكرومتر, مايكرومتر يبقى ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 6 حوالي المتر, يعني من الآخر الديستنس كده ب 100 متر. وبعدين قال لي
knowing that the speed of sound equals the speed ال v1152 بس كيلومتر بر اور، ممكن اعملها multiply 5 على 18 عشان تتحول ل 320 متر بير سكند. بسهولة جدا انت عند حضرتك الاتي: عندك الفريكونسي، عندك الفيلوستي، الاتنين دول ممكن يجيبوا لك ايه؟ الاتنين دول وانت مغمض هيجيبوا لي الويف لينث ال v equal لامدا نيو، يبقى 320 اللمدا انا معرفهاش، النيو ب 960 اللمدا 1 على 3 متر. طب معايا اللمدا دلوقتي، معايا اللمدا وعندي الديستنس، اعرف اجيب النمبر؟ ايوه، اللمدا يكوال ديستنس على النمبر 1 على 3 100 والان اهي، يبقى الان بالكروس ملتبليكيشن يطلع ب 300. 15 two waves of frequencies 128 hertz and 320 hertz propagate in air. In air يعني certain medium، يعني ال v constant. ماشي، ال v بكام؟ فال v هتبقى ب 19.2 بس ده كيلومتر بير مينت، يعني ممكن اقول كيلومتر اوفر مينت. يعني التحويل هيبقى ازاي؟ اعمل فوق multiply 10 power 3 والمينت هتتحول لسكند multiply 60 عشان يطلع بكام. نحسبها على الكالكوليتور 19.2 multiply 10 باور 3 فوق و ملتبلاي 60 تحت، تطلع ب 320 متر بير سكند. كالكوليت ذا ديفرنس ان ويف لينث. طب ما اجيب الويف لينث لكل واحد لوحده، الفي دي ثابته، فانا عندي الفي ايكوال لامدا نيو، فانا عندي لامدا 1 مثلا ونيو 1 الفي ثابته 320، لامدا 1 انا ما اعرفهاش ملتبلاي 128، يبقى لامدا 1 ايكوال 720 over 128 أو 128 هيطلع لي 2.5 متر. طب نروح ناحية تانية، V لامدا 2 نيو 2 ال V ثابتة ب 720، اللامدا 2 أنا معرفهاش multiply نيو 2 اللي هي عندنا ب 320، طبعا لامدا 2 وأنا مغمض كده ب 1 متر. الدفرنس ما بين الويف لينسز، لامدا الكبيرة ماينس الصغيرة يبقى لامدا 1 ماينس لامدا 2 2.5 minus 1 اللي هي تطلع 1.5 متر. 16 two tones have frequencies 680 hertz and 425 hertz. If the wavelength of one of them exceeds the wavelength of the other by 30 centimeter. في واحد اكبر من الثاني ب 30 سنتيمتر، فنفترض ان لامدا 1 وادي لامدا 2 اللي عنده فريكونسي كبير عنده ويفلينس صغير. تعالى على جنب واعمل حاجه كده مهمه قوي، نيو 1 وادي نيو 2، لامدا 1 وادي لامدا 2، مين الكبير نيو 1 ولا نيو 2؟ لا نيو 1، يبقى لامدا 2 هي اللي اكبر. يبقى انا افترضت الاولاني لامدا، هقول الثاني لامدا بلس 30 سنتيمتر ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2 عشان احولها لمتر. يعني المهمه اول حركه اللي احنا عملناها على جنب دي، نيو 1 اكبر من نيو 2 يبقى لامدا 2 اكبر من لامدا 1، فبعكس الكلام. يعني ما ينفعش اقول ده للامدا بلس 30 وده للامدا بس، لا ده لازم تبقى بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. كالكوليت ذا فيلوسيتي اوف ساوند ان اير. ان اير طبعا يعني الفي ثابته زي ما احنا عارفين كده، ده من الفي ثابته الفي كونستانت من هنا، ادي الفي كونستانت. نقدر نكمل، يبقى انا القانون بتاع نيو 1 اوفر نيو 2 ايكوالز لامدا 2 اوفر لامدا 1. نيو 1 680، طب وهنا 425، لامدا 2 بلامدا بلس 30 تايم 10 باور نيجاتيف 2 وتحت هتبقى لامدا، نعمل هنا 680 اوفر ال 425 ونشوف هتطلع بكام. هتطلع لي ب 8 على 5. طيب هنا لامدا بلس طبعا 30 تايم 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي ب 0.3 على لامدا، كروس ملتبليكيشن ده تايمز ده، يبقى 8 لامدا ايكوالز ال 5 هتبقى ديستريبيوتد هنا، تبقى 5 لامدا بلس ال 5 نفسها بعد كده بعد ما اتضربت هنا تتضرب في 0.3، ف 5 تايم 0.3 1.5، هتودي دي بالماينس يبقى 3 لامدا ايكوال 1.5، يبقى لامدا ايكوال 1.5 على 3 يعني بنتكلم في 0.5 متر. لامدا دي اللي هي ايكوفلنت لمين؟ للامدا 1. ال v ايكوال لامدا 1 في نيو 1، انت عايز ال v لامدا 1 ب 0.5 اللي هي لامدا ملتبلاي نيو 1 680 يطلع ب 320 متر بير سكند. 17 two tunneling forks of frequencies 600 and 400 هرتز، يبقى نيو 1 ب 600
hertz, when U2 be 400 hertz. The wavelength of one of them is longer than the other by 80 centimeters. فبعمل U1 وبعمل U2 لامدا 1 تحت ولامدا 2n. مين الكبير؟ لان U1 يبقى لامدا 2n الأكبر. فنقول له لامدا 1 أهي مثلا بلامدا. طب لامدا 2 كبيرة بلامدا بلس 80 هنحولها ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2 عشان نعملها على طول ب 0.8 كيلومتر. Calculate the wavelengths of each of them وكمان طالب ال velocity of the sound if they propagate in the same medium. طيب same medium خلاص ال V ثابتة. تعالوا نبتدي ناخدها واحدة واحدة. يبقى القانون بتاعنا نيو 1 over نيو 2 equal لامدا 2 over لامدا 1. يبقى انا عندي 600 over 400 equals لامدا 2 اللي هي لامدا بلس 0.8 لامدا 1 اللي هي لامدا. الاثنين زيرو هيروحوا مع بعض. اتفضل 3 over 2 لامدا بلس 0.8 over لامدا. cross multiplication يبقى 3 لامدا equals هنعمل distribute 2 لامدا و 2 multiply 0.8 1.6. كده هنودي دي بالماينس يبقى اللامدا equals 1.6 متر. اللامدا اللي هي مين؟ اللي هي corresponding لامدا 1. طب حلو قوي. يبقى انت عايز هنا لامدا 1 خلاص انا جبتها ب 1.6 متر. طبعا الستاندرد متر مش لازم تطلع بالسنتي. طيب لامدا 2 equals لامدا plus 0.8 يعني 1.6 plus 0.8 equals 2.4 متر اللي هي 240 سنتيمتر. ده لامدا 2. طيب مستر عايز اجيب الفي. الفي ايكوال لما لامدا 1 في نيو 1 لما لامدا 2 في نيو 2. ف 1.6 ملتبلاي نيو 1 اللي هي عندنا ب 600 عشان يطلع ب 960 متر بير سكند. 18. تو ويفز هاف ذا سيم ويف لينث 2 متر يعني لامدا 1 ايكوالز لامدا 2 ايكوالز 2 متر. The wave velocity of the first wave is twice the second. يعني V1 equal to V2. Calculate the ratio between the frequency of the first wave to the frequency of the second wave. عايز نيو 1 على نيو 2. اوعى طالب يقول لي نيو 1 على نيو 2 equal لامدا 2 على لامدا 1. غلط. طب غلط ليه؟ هذا قانون يطبق فقط في حالة ان الفي ثابت. وكتير جدا مننا بنغلط الغلطة دي. لكن انا اقدر اقول لحضرتك نيو 1 على نيو 2 ايكوال ايه. تعال نجيبها واحده واحده من هنا. في 1 ايكوال 2 في 2. الفي ايكوال لامدا 1 في نيو 1. طب والثانيه 2 هتبقى ايكوال لامدا 2 في نيو 2. لامدا 1 ايكوال لامدا 2 يبقى انا عندي نيو 1 اوفر نيو 2 ايكوالز 2 over 1 او هديني equal to 19. In the figure shown relation between displacement in centimeter and time in second for a transverse wave find amplitude. Number 8 طالب مني الامبليتيود. طب الامبليتيود فين الامبليتيود؟ مش انت بتطلع كده؟ اه انا ببص على الفيرتيكال ديستنس. الفيرتيكال هو ده. فبصيت هنا لقيت عند ال 6 يبقى الامبليتيود هنا عند ال 6 ديت خلاص. يبقى انا ايه الامبليتيود equals 6. طبعا هتبص لي على 6 كده اهم حاجه وبص على اليونت اللي فوق. فتبقى هنا 6 سنتيمتر. ممكن تحولها multiply 10 باور نيجاتيف 2 وكان الامبليتيود ب 0.06 متر. تعال نشوف نمبر بي. بريودك تايم. بريودك تايم عندي حلول كتير بس ابسط حل انا باجي اقول لك ان البريودك تايم التايم تيكن تو ميك 1 كومبليت اوسيليشن يعني 4 امبليتيود. ادي 1 2 3 4 يعني لحد النقطة دي. فالتايم بتاعها ب 0.04 يبقى البريودك تايم وانا مغمض كده ب 0.04 سكند. طب في طالب تاني يقول لي مستر طب ما انا ممكن اجيب البريودك تايم بالتايم على النمبر. اه طبعا حقك يا ابني. التايم اللي هو التوتال تايم يعني تي سمول اللي مكتوبة هنا توتال تايم. توتال تايم اللي هو كام؟ 0.08 اليونت سكند ما تنساش 0.08 ماشي. طب دول كام ويف؟ نكاونت 1 2 3 4 1 ويف. طب نكاونت تاني 1 2 3 4 كده الويف التاني. يبقى انا ديفايد 2 اللي طبعا هتطلع 0.04 سكند. كانك بتذاكر معايا واحنا بنحل. نمبر سي فريكوانسي. فريكوانسي نيو ايكوال النمبر اوف سايكل اوفر التايم.
طبعا نقدر نقول ان انا I have two cycle لحد هنا النقطة باينة قدامك 2 على التايم اللي هو 0.08 اوكي يطلع على طول وانا مغمض ب 25 هرتز. طيب نيجي بعد كده على نمبر دي الويف لينث. طب انا عايز اجيب الويف لينث لامدا، لامدا ايكوال الديستنس عن نمبر. دايما وانت بتتكلم في لامدا بنتكلم في الهوريزونتال ديستنس، الهوريزونتال ديستنس يعني الديستنس الموجوده بالعرض يعني. طب اهي ادي الهوريزونتال ديستنس ب 20 سنتيمتر، السهم ده بادئ من الاول لحد الحته دي شكرا، يبقى انا عندي 20 سنتي يا مستر، يبقى ملتبلاي تمبر نيجاتيف 2. شاطر يا استاذي. على النمبر، النمبر ب 2 يطلع بكام؟ وكانها 10 تايم تمبر نيجاتيف 2 يبقى 0.1 متر. طيب ده على الكالكوليتور اي ذا ويف فيلوسيتي. طب الفيلوسيتي ايكوالز لامدا نيو. طب اللامدا بكام؟ لسه جايبينها يا مستر ب 0.1. طب والفريكوانسي ب 25، يطلع عندي الفيلوسيتي ب 2.5 متر بير سك. 20 the figure shows the relation between displacement of a wave in centimeter and time in second. Calculate A the wavelength. عشان اجيب الويفلنس ما ننساش الويفلنس بيجاب ازاي حضرتك بالهوريزونتال ديستنس دي. بص السهم بادئ فين، بص ناهي فين. طب تعالى نكتب القانون بتاعنا ان الويفلنس يكون الديستنس عن نمبر. الديستنس اللي قدام حضرتك دي ب 90، هي الحقيقه 90 سنتيمتر بس مش واضحه، يبقى ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. ماشي ننزل تحت على النمبر، النمبر بكام؟ اوعى تنسى النمبر بكام. ادي 1 2 3 4 ادي ويف، يبقى لحد هنا كده ويف واحد. طب وادي الويف التانية لو عديت اربعة كمان. طب الحتة دي قد ايه؟ دي ربع، ده امبليتيود، ده ربع ويف، يبقى 2.25. وباجي على الكالكوليتر وبحسبها، يعني ما باجي اقول 0.9 على 2.25 هتطلع ب 0.4 متر، ده مبدئيا. طب تعالى ناخد بي، طلب الويف فيلوسيتي. عشان تجيب الفيلوسيتي لازم يكون عندك فريكونسي، الفريكونسي ايكوال النمبر على التايم. طب الفريكونسي ايكوال النمبر على التايم، طيب النمبر بكام؟ عندي مثلا اخد لحد هنا ويف واحد. طب والتايم 0.04، عشان يطلع الفريكونسي بكام؟ عشان يطلع الفريكونسي ب 25 هرتز. طيب الفي ايكوال ايه؟ هتلاقي لامدا نيو، يعني 0.4 تايمز نيو اللي هي ب 25، عشان يطلع 0.4 على تايمز 25 تطلع ب 10 متر بير سكند. بس في طالب شاطر اجي اقول لحضرتك كده انذر سولوشن، يقول لي مستر ممكن اجيب الفي مره واحده بالديستنس على تايم؟ حقك. طب حق ازاي؟ فين الديستنس؟ لحد هنا الديستنس الحته دي من اول هنا لحد هنا. طيب 90 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2. طب والتايم يا مستر الحته دي بكام؟ لحد هنا 0.08. طب والحد دي؟ لا دي 0.09. اعملها بالكالكوليتور، 90 تايم تبقى نيجاتيف 2 على 0.09 هتطلع لك ب 10 متر بير سكند. حقك. اذا ده اقدر اكتب عليه another solution. 21 the figure shows the relation between displacement of a wave in centimeter and a time in millisecond. مهم قوي الملي سكند دي، ركز كويس قوي يا ابني. يبقى انا عندي فكره الملي سكند. طيب كالكوليت ذا امبليتيود، الامبليتيود المسافه الفيرتيكال ديستنس ده اهو. طب الحته دي ب 8 يبقى الامبليتيود بكام؟ وانا مغمض الامبليتيود اهو ب 4 سنتيمتر اللي هو ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 2 يتحول لمتر، يبقى ب 0.04 متر. ب بريودك تايم، بريودك تايم التايم تيكن تو ميك وان كومبليت سايكل او كم كومبليت ويف، يبقى انا عندي 2 دي مش كده، ده 2 بص كده معايا ملي سكند. يبقى انا اقدر اقول لحضرتك ان البريودك تايم ب 2 بس ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 عشان تتحول لسكند. سي فريكونسي 1 على البريودك تايم، ينفع اجيبها على طول مره واحده 1 على البريودك تايم اللي هو بكام؟ ب 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3، وكانها الفريكونسي على طول كده وانت مغمض ب 500 هرتز. نيجي نمبر دي ويف لينث لامدا ديستنس على النمبر. الديستنس بتاعت الويف لينث دايما بتيجي في الفيرتيكال، يعني المسافه دي
يعني 12 سنتيمتر ماشي، ادي 12 ملتبلاي 10 بار نيجاتيف 2. طب والتايم بدأ منين؟ بدأ من الأول لحد التايم ده 3، اوعى تنسى إن دي مش 3، دي 3 تايم 10 بار نيجاتيف 3، عشان يطلع على طول كده ب wavelength 0.08 متر. نمبر دي wavelength، الwavelength equal الديستنس على النمبر. الديستنس ب 12 سنتيمتر يبقى ملتبلاي 10 بار نيجاتيف 2. طب والنمبر 1.5، انا مشاور على ويف اند هاف. طب جميل، يبقى 12 على 1.5، 12 تايم 10 بار نيجاتيف 2 على 1.5 تطلع ب 0.08 متر. نيجي بعد كده على نمبر اي، الويف فيلوستي، والفيلوستي هتبقى سهله، لو قلنا لامدا نيو، اللامدا ب 0.08 والنيو عندنا ب 500، نعملهم ملتبلاي بعض عشان يطلع لي ب 40 متر بير سكند. 22 in the opposite figure find a the amplitude، عايزين نجيب الامبليتيود برضو بسهوله، هنبص كده من اول هنا لحد هنا فقط او من هنا لحد تحت. الامبليتيود دايما ببص على الفيرتيكال ديستنس، وبالتالي الامبليتيود هيطلع ب 18، نصها هيبقى 9 بس سنتي، يبقى ملتبلاي 10 بار نيجاتيف 2 لو انت حابب تحول اللي هي ب 0.09 متر. نمبر بي، بيريودك تايم، بيريودك تايم ايكوال زي، تعال نعملها كده واحده واحده، هو التايم على النمبر، نمسك كده التايم، التايم ممكن اخد 0.7 حقك، ادي التايم، التايم 0.7. طب اليونت لا سكند مظبوط، ما عنديش مشكله. طب النمبر بكام؟ عايز اجيب النمبر، ادي 1 2 3 4 5 6 7 امبليتيود، يبقى النمبر ايه؟ خدنا احنا قانون كده بيقول لنا ان النمبر ايكوالز النمبر اوف امبليتيودز ديفايدد 4، فتبقى 7 على 4 وريح دماغك، يبقى 7 على 4. تعيد الفيديو مره ثانيه وتكاونت النمبر بتاع الامبليتيود وتفتكر ان number of waves equal number of amplitudes divided by 4، ده قانون خدناه في الحصة. نيجي نقول لحضرتك طيب خلاص، ما انت كده هيطلع لي ال periodic time بكام؟ هيبقى t ب 0.4 second، تعملها بالكالكوليتر. نيجي نكمل بعد كده، عايزين نجيب number c ال frequency، وال frequency equal number at time او 1 على periodic time as you like. فانت عندك النمبر ب 7 على 4 بس المرة دي over 0.7 that time، وبالتالي عند حضرتك الفريكونسي هيطلع ب 2.5 هرتز. طبعا لو جبت 1 على 2.5 يعني 1 على الفريكونسي هيديني البريودك تايم. طب تعال نكمل، نمبر دي طالب مني النمبر اوف ويفز، شكرا ده انا جبتها اصلا. النمبر اوف ويفز ايكوالز النمبر اوف امبليتيود، اهو نمبر اوف امبليتيودز بس على 4، يعني بنتكلم number of amplitudes اللي هما 7 على 4، 7 على 4 فيها equals كده لو انت حابب تزود 1 و 3 over 4، يعني 1 و 3 ارباع. طيب number E الwavelength، انا هي على الvertical على الhorizontal distance، انا هي من اول هنا لحد هنا، فيبقى اللمضة equal distance على النمبر، الdistance ب 35 ما تنساش multiply 10 بار negative 2. طب والنمبر خلاص، ما احنا عارفين النمبر من هنا لهنا ب 7 على 4 عشان يطلع الويفلنس ب 0.2 متر. اخيرا عايزين نجيب الويف فيلوستي، ومكتوب لي كده باي 2 ديفرنت ميثودز. تعالوا نشوف كده ال 2 ديفرنت ميثودز ممكن نجيبهم ازاي. اهو احنا عندنا كام قانون للفيلوستي؟ عندي قانونين. اول قانون ممكن اجيب بيه الفيلوستي ال v equals لامدا نيو، اللامدا عندنا يا مستر ب 0.2، طب والفريكونسي ب 2.5، 0.2 تايمز 2.5 عشان يطلع لي ب 0.5 متر بير سكند، ده حل. حل التاني اور ال v equal d over t distance at time، الديستنس بتاعنا ب 35 ملتبلاي 10 بار نيجاتيف 2 يا مستر، ايوه صح، على التايم اللي هو ب 0.7، ونعملها بالكالكوليتر عشان تديني نفس الرقم 0.5 متر بير سكند. 23 in the opposite figure illustrate the relation between the displacement in centimeters and the time in seconds for a wave، calculate the wavelength. حضرتك عايز الwavelength في الاول، مفيش مشكله، لامدا equal distance over number، الديستنس كلها عندنا
هنا الويف لينث بالهوريزونتال 90 سنتيمتر، يعني لو انت حريص ان انت تحولها ب 0.9 متر يعني ملتبلاي 10 بار نيجاتيف 2 على النمبر. النمبر اوف ويفز هنا بكام؟ تعال نعملها نكاونت كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى لحد هنا 9 على 4، ده النمبر اوف ويفز بتاع مين؟ اللي ريليتد لحد الحته دي، واخد بال حضرتك؟ لحد الحته دي فقط لا غير، يبقى 9 على 4. عشان تعملهم ديفايدد فتطلع الويف لينث ب 0.4 متر. بي عايز الويف فيلوستي، فالويف فيلوستي قدامك حلين الحقيقه. الويف فيلوستي ممكن اجيبها بالديستنس على التايم، ممكن اجيب الفريكونسي. ما تيجي نجيبها ديستنس على التايم، تعال نخلينا طلبه شاطرين ونجيبها بديستنس اوفر تايم. الفي ايكوال دي اوفر تي، الديستنس عندنا ب 90 سنتيمتر او 0.9 متر. التايم بس بتاع الحته دي، الديستنس كورسبوندنج للتايم ده، ريليتد للتايم ده. طب والتايم بتاع الحته دي بكام؟ 0.09. ايوه كده حضرتك كده استاذ. يبقى انا عندي ده ديفايدد ده يديني 10 متر بير سكند 25. From the opposite figure calculate the amplitude of this wave. بين اول امبليتيود الرقم موجود اهو، يبقى نمبر A الامبليتيود equals 4 سنتيمتر، او عايز تحولها مفيش مشكله تايم 10 بار نيجاتيف 2 عشان تبقى 0.04 متر. نمبر B ويف لينث، فين ويف لينث؟ ما ادانيش ديستنس. لا لا بص على الجراف كويس، هتلاقي ان مديك ديستنس هي اكس بالسنتيمتر. احنا دايما بنجيب الويف لينث بالهوريزونتال ديستنس. جميل، طب انا هنا وصلت لكام؟ دي 80. طيب الحته دي عند كام؟ الحته دي عند 90. طب نفترض ان انا عايز اعد كده، مش ده الويف لينث؟ مش اللينث بتاع 1 ويف يعني 4 امبليتيود، يعني 1 2 3 4. ايه ده؟ يعني مش ممكن اجيب من هناك من لحد النهايه؟ مفيش مشكله، عندك اكتر من طريقه. الويف لينث هو لينث اوف 1 ويف، يعني الويف لينث على طول ب 40، بس ال 40 دي بص على السنتي، يبقى 40 سنتيمتر ملتبلاي 10 بار نيجاتيف 2 عشان تديني 0.4 متر. طب ده حل. الحل التاني اللي احنا بصينا عليه في الاول، احنا بصينا على ايه؟ لحد الحته دي 90. ممكن اقول الويف لينث ايكوال الديستنس على النمبر اهو. يبقى اكتر من طريقه عشان حضرتك تبقى استاذ وتبقى شاطر، وانا عايز ناس تبقى اساتذه في البارت ده. الديستنس هنقولها ب 90، نفترض ان حضرتك قلت 90، 90 ملتبلاي 10 بار نيجاتيف 2 عشان احولها لمتر ال 90 دي. بس هنا كام واحده؟ تعال نكاونت كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى 9 على 4 ده النمبر. طب اعملها بالديفايد كده، هتلاقي ان الويف لينث هيطلع بنفس الرقم 0.4 متر. طب تعال نشوف نمبر سي. سي بيقول لحضرتك الويف فيلوستي اف ذا فريكوانسي از 8. في كتير جدا منكم ما بتاخدش بالها من الحته دي. في ايكوال لامدا نيو، اللامدا ب 0.4 والفريكوانسي هو اداها لك ب 8. 0.4 تايمز 8 ب 3.2 متر بير سكند. 26. A vibrating source, its frequency 100 Hz. يعني the frequency 100. Calculate the time taken. I want to calculate the time taken from the pathing of the first crest to the 20th crest. كده number equal كام؟ Equal 19. 19 get منين؟ 20 minus 1. By point in the path of the wave motion. طب جميل. طب ما انا عندي the frequency equal the number at time. سؤال سهل قوي، 100 النمبر ب 19 وانا عايز اجيب التايم، يبقى التايم عباره عن 19 اوفر 100 اللي هتطلع ب 0.19 سكند. 27. The figure shows a simple pendulum moving from A to B in 0.01 سكند. يبقى التايم من A ل B 0.01 سكند. ماشي. Calculate the frequency. أول حاجة عشان نجيب الفريكونسي النمبر في سايكل على التايم، هو عشان يتحرك من ال بي يتحرك بامبليتيود واحد، واتفقنا ان الامبليتيود يمثل كوارتر الكومبليت اوسيليشن. في تايم ايكوال 0.01 عشان نعملهم ديفايد ويطلع لي 25 هرتز. نمبر بي الامبليتيود هو الديستنس اللي مشيها من A ل B، وبالتالي الامبليتيود هيكون ب 2 سنتيمتر، ولو عايز تحول تايم 10 بار نيجاتيف 2 تتحول لمتر.
C periodic time. Periodic time equals 1 على الفريكونسي. مش مستاهل اعمل اي حسابات تانية، يعني 1 على 25 وبالتالي ب 0.04 second. 28. The figure shows an oscillating body moving from A to B in 0.01 second. Calculate. يبقى انا التايم بتاع الحتة دي كده ب 0.01 second. طب ما هنا ده التايم بتاع الامبليتيود، التايم بتاع كوارتر سايكل. البريودك تايم ايه؟ قدامي حلول كتيرة جدا على فكرة. ممكن اقول التايم على النمبر، ممكن اقول ان انا عندي ال 0.01 second multiply 4 as you like. يعني 0.01 انت اتحركت من هنا لهنا في 0.01، بس ده النمبر بتاعه قد ايه؟ ما هو ده امبليتيود يعني بكوارتر، عشان يطلع ب 0.04 second. بي الفريكونسي، نمبر اوف سايكل على التايم. نمبر اوف سايكل اللي احنا عندنا هنا ب 1 على 4، والتايم عندنا ب 0.01. انا بحاول انوع لك ازاي تجيب الحاجه. ممكن طبعا الفريكونسي جاب بي 1 على البريودك تايم از يو لايك، يعني احسب اللي انت عايزه. هتطلع ب 25 هرتز. سي الامبليتيود، ما الامبليتيود هو المسافه من ال بي اللي هي ب 3 سنتيمتر. ممكن ما تحولهاش كمان لو مش حابب. 29. An oscillating body produces 1200 complete oscillation، يعني ده number in 1 minute، بس على شرط ان time بتاعهم 1 minute يعني 60 second. الاتنين دول وانت مغمض كده يجيبوا لك حاجة جميلة. يجيبوا لي ايه يا مستر؟ يجيبوا لي periodic time، يجيبوا لي frequency. ما تيجي نشوف هيجيبوا ايه. خلينا نتكلم، ممكن يجيبوا لي اي حاجة من دول. Where each oscillation of عند الجملة دي وخليها بالبلو color. Each oscillation، each أي حاجة بتيجي بعد each one، كل oscillation يعني number one. Cover the distance equal 20، يعني ديني distance equal 20 سنتيمتر. طبعا multiply 10 by negative 2 يعني بنتكلم في 0.2 متر. Calculate A amplitude. الامبليتيود في الحالة دي هو عبارة عن إيه بقى؟ إحنا عندنا الـ wavelength هو الـ distance covered to make one complete wave. طيب في حالة الاوسيليتنج بادي اللي هو زي البندولم، ممكن تستخدم ان الامبليتيود هو كوارتر الويف لينث، وكأن الامبليتيود هو كوارتر اللمدة 1 على 4 اللمدة. طب انا هجيب اللمدة منين؟ تعالى يا سيدي هات لنا من هنا كده قول لي انا هجيب لك اللمدة. اللمدة بتتجاب ازاي؟ انا عندي والله حضرتك اللمدة ايكوال ديستنس على النمبر، يعني 0.2 بس على النمبر اللي هو ب 1 ب 0.2 متر. وبالتالي الامبليتيود هيجاب ازاي؟ هيبقى 0.2 بس divided by 4. وهتيجي تحسبها هتلاقي ان 0.2 divided by 4 بيطلع ب 0.05 متر. مستر هي 0.05 متر تساوي 5 سنتيمتر في الاجابات؟ ايوه يا استاذ الاثنين صح. خد دي حولها اديك نفس بقى. طيب الكلام ده خاص بايه؟ بالاوسيليتنج بادي فقط. الفريكونسي نمبر بي، الفريكونسي نمبر على التايم. طب ما انا اوريدي كان ممكن اجيبه من هنا. ايوه يا استاذي، يبقى 1200 على التايم اللي هو ب 60 عشان يطلع الفريكونسي ب 20 هرتز. طالب بعد كده ايه؟ البريودك تايم. شكرا، بسهوله جدا. تي ايكوال 1 على الفريكونسي يبقى 1 اوفر 20 يعني ب 0.05 سكند. 30. A wave was generated in a string where its frequency was 10 hertz and its wavelength was 0.5 meter. Frequency, nu, 10 hertz, wavelength, 0.5 meter. Calculate wave velocity through the string. Wave velocity through the string. كلمة through the string معناها ان عندك velocity واحدة، يعني medium واحد. يبقى V equal lambda nu. مش هتفيدني في المسألة، بس هو value واحدة لل V. لامدا عندنا ب 0.5، نيو ب 10 يديني 5 متر بير سكند. نمبر 2 wavelength if its frequency is 30. لو غير frequency ب 30 ال V equal لامدا نيو، ال V ثابتة عند 5، اللامدا أنا عايزها بس النيو اتغير ل 30. هو ثبت ال V، خلي بالك ما هو سروز سترنج ال V ثابتة. هو فعلا ال V ثابتة ب 5، يبقى اللامدا ايكوال 5 اوفر 30. هتحسبها هتطلع ب 0.17 متر. وادي فكره
المثال. 31. If the distance between first and ninth crest in a string is 320 centimeter, يعني distance ب 320 سنتي multiply 10 بار negative 2 اتحولت ل 3.2 متر. والنمبر بكام؟ الاتنين دول minus ب 8. And wave velocity is 8 meter per second. V equal 8 meter per second. Calculate the periodic time. نجيب ال periodic time ازاي؟ انا معايا distance والنمبر، يبقى انا ممكن اجيب ال wavelength. فال wavelength equal distance على النمبر، يعني عندي 3.2 على النمبر اللي هو ب 8، 3.2 على 8 ب 0.4 متر. بعد ما جبت ال distance على النمبر، ال v equal lambda nu. ال v عندنا ب 8 وال wavelength ب 0.4، فنقدر نجيب nu 8 على 0.4. 8 على 0.4 فهتطلع ب 20 هرتز. تجيب ال periodic time equal 1 على frequency، يعني بنتكلم في 1 over 20، يعني ب 0.05 second. 32. Transverse waves of frequency 20 هرتز propagate in a stretched string V septa، عشان استفيد فيها الحقيقة في المسألة دي. If the distance between crest and next trough، crest ل next trough، يبقى أنا بتكلم في إن النمبر بهاف. الديستنس بكام بقى حضرتك؟ ما تنساش وبقول لك الديستنس 1.5 متر. كالكوليت ذا ويف فيلوستي إن ذيس سترينج، عايز أجيب الفي. طيب أنا معايا الديستنس والنمبر، يجيبوا لي اللمدا. اللمدا يكوال الديستنس على النمبر، الديستنس 1.5 على هاف، هيطلع لي ب 3 متر ده اللمدا. نقول له طيب اوكي، ال v equal lambda nu، يعني بنتكلم في 3 times 20، تطلع ب 60 متر per second. 33. Transverse waves propagate through thin thread at velocity 300 meter per second. v equal 300 meter per second. If the distance between two successive crests is 3 meter. Distance between two successive crests means lambda equal 3 meter. Calculate the frequency. Very easy problem. V equals lambda nu. V is 300. Lambda equals 3. Nu. Nu equals 100 hertz. 34. A transverse wave propagates in a string where the distance between a crest and the successive trough is 3 meter. Distance is 3 meter, بس لما يكون النمبر بهاف، لأنه من الكريست لين next trough. And the frequency equals 60 hertz. Calculate the wave velocity v. Distance on number، الاثنين دول هيدوني ال wavelength. Lambda equal distance over number. Distance is 3 على النمبر بهاف، يطلع لي ب 6 متر. V equals lambda nu. Lambda ب 6. Nu ب 60. Finally 360 meter per second. 35. If the distance between the second crest and the seventh one of a transverse wave is 20 meter. The distance ما بين second crest و seventh، يبقى ال n equals 7 minus 2 5. الdistance بكام؟ ب 20 متر. خلي بالك الاثنين دول مع بعض يجيبوا لي ايه؟ يجيبوا لي اكيد الويفلينث. ممكن نجيب ونجهز ونشوف احنا هنحسب الحاجات دي ولا لا. ديستنس على النمبر، ادينا قاعدين بنتسلى وقاعد بتشوف كده الفيزيكس بجمالها ازاي تحل بسهوله. And the time between the passing of the first crest and the fifth one by a certain point in the path of wave motion is 0.2 second. التايم يبقى انا معايا تي ايكوال 0.1 سكند. طب كمل كده بس من الفيرست للفيفث 1، يبقى ده كان لما كان الناين النمبر ب 4، وبالتالي الاثنين دول هيجيبوا لي فريكونسي النمبر على التايم. يبقى انا عندي النمبر ب 4 والتايم ب 0.1 عشان يطلع لي 40 هرتز. تعال نكمل.
نيجي نشوف بعد كده احنا طالبين ايه او هو طالب ايه. اول حاجة طلب الويف لينث، اوريدي احنا جبنا له الويف لينث، شكرا. This is number A. number B طلب الفريكونسي، طب ما فعلا احنا جبناها. number C طلب الويف فيلوستي، والويف فيلوستي V equals لامدا نيو، طبعا دي number C. اللامدا عندنا 4 والنيو عندنا 40 عشان تطلع الفيلوستي ب 160 متر بير سكند. 36 an oscillating body produces a complete oscillation a number 1 every 0.02 second التايم ب 0.02 second. في طالب شاطر هيقول لي ان ده البريودك تايم، صح، لان التايم تيكن تو ميك وان كومبليت اوسيليشن هو البريودك تايم. So the sound reaches a person at distance، يبقى انا معايا distance اهي 170 meter from the body after كذا، لما كان التايم ب 0.5 second. calculate the distance، هو عايز يجيب distance تانية، يبقى الاتنين دول related لبعض، انا عايز ال distance between the first compression and the second rarefaction، من ال first compression لل second rarefaction. طب النمبر بتاعها بكام؟ اكيد من الكمبريشن للسكند ريفاكشن النمبر بتاعها بنعمل سبتراكشن، بنعمل الاثنين دول ماينس وبنزود هاف، بنعمل سبتراكشن نعملهم ماينس وبنزود هاف. موجود الكلام ده مع حضرتك في الورقه بتاعت القوانين اللي موجوده. فاحنا 2 ماينس 1 ب 1 وهنزود هاف يبقى 1 اند هاف. كده نقدر نحسب ايه؟ نقدر نحسب الديستنس والتايم، هنجيب منها الفيلوستي، فالفيلوستي ديستنس اوفر تايم، وبالتالي 170 ديفايدد باي 0.45 هيديني ب 340 متر بير سكند. طب الفريكونسي ايكوال ايه؟ النمبر على التايم. فين النمبر والتايم؟ اهم قدامك فوق خالص اهم. يبقى انا عندي النمبر 1 على التايم 0.02 وهتطلع لي 1 اوفر 0.02 هتطلع ب 50 هرتز. طب نقدر نجيب الويف لينث؟ ايوه، الويف لينث ايكوال الفيلوستي على الفريكونسي، ما في ايكوال لامدا نيو، يبقى 340 الكلام ده على 50. طيب نحسبها كده 340 على 50 هتديني ب 6.8 متر. طيب نيجي نقول لحضرتك اهي سيركل كده، وتعالى نشوف الاثنين دول ريليتد لبعض. اللامدا ايكوال الديستنس على النمبر، اللامدا ب 6.8 والنمبر ب 1.5 والديستنس عايز، يبقى الديستنس ايكوال 6.8 ملتبلاي 1.5 عشان تدينا على طول 10.2. 37 الساوند ويف اوف فريكونسي 900 هرتز، يبقى انا عندي فريكونسي 900 هرتز، اتس ويف لينث ان اير لامدا في الاير equal 0.4 meter and its wavelength in water يبقى في الواتر 1.6 meter. calculate ratio between the velocity of sound in air to the velocity of sound in water. طب نجيبها ازاي؟ هو في حاجة ثابتة اللي هو الفريكونسي، الحقيقة الفريكونسي ثابت، فأنا أقدر أقول كده إن V للأير على V للووتر equal لامدا للاير على لامدا الخاصة بالووتر. وعشان نفهمها صح، يعني انت حضرتك بتيجي على جنب، هنكتب دي كده وننسحها، V equal لامدا نيو، V للاير هتقول لي كده، طب V للووتر equal لامدا للووتر ونيو للووتر، نعمل الاثنين ديفايد، فتبقى في اير على في ووتر ولامدا اير على لامدا ووتر، والاثنين دول هيطيروا مع بعض لان الفريكونسي ثابت، هو سورس واحد، اساوند ويف فريكونسي كذا هو فريكونسي واحد ما بيتغيرش، وبالتالي بطلع من هذا القانون هذا القانون. طيب نمسح بس ده كده عشان نعمل لنا مساحه، وانت بتذاكر ممكن تسجل النقط دي في الكراسه عندك وتوقف الفيديو وتبتدي تشتغل. الفيلوستي هنا ب 0 ب مش عارفينها سوري على ال V water اهي، واللامدا اير ب 0.4 وهنا اوفر 1.6، طب ما دي هتطلع بالريشيو 1 to 4، واضحه قوي.
نمبر بي عايز الساوند فيلوسيتي ان اتش ميديوم، عايز يحسبها الحقيقه، فمفيش مشكله. هنيجي نقول له اير ومره ووتر. تعال نشوفها كده في الاير، الفي ايكوال لامدا نيو. الفي عندنا عايزين نحسبها، اللامدا في الاير 0.4 والنيو عندنا ب 900 عشان يطلع لي ب 360 متر بير سكند. نبتدي نشتغل على الفيلوسيتي اوف ساوند ان ووتر. فالفي ايكوال لامدا نيو، اللامدا في الووتر ب 1.6 والنيو ب 900 بالمالتبلاي هتطلع ب 1440 متر بير سكند. 38 اسمبل بندلم ميكس 1200 كومبليت فايبريشن ان امنت. طبعا ده النمبر وده التايم والمساله تعتبر مكرره، وتعالى نحلها على طول ونجيب هنا النمبر والتايم هيديني فريكونسي، يعني 1200 على المينت اللي هي ب 60 عشان دي فريكونسي ب 20 هرتز. عايز اقول لك ان ده المطلوب نمبر بي، وبحلها بسرعه شويه. In each complete vibration it covers the distance 20، وان each معناها 1 والdistance ب 20 يعني ده يديني الويف لينث على طول، ده انديكيتور للويف لينث، فتعتبر اللمضه ب 20 متر. طيب ما تيجي نشوف كده عايزين نجيب ايه بقى ونعمل ايه. نمبر ايه هو طالب مني الامبليتيود. الامبليتيود قلنا احنا عندنا الويف لينث على 4 بالنسبه للاوسيليتنج بودي زي السيمبل بندلم، ف 20 على 4 هيديني 5 متر. نيجي بعديها الفريكونسي جبناه، طب سي البريودك تايم. البريودك تايم اذا كان الفريكونسي كوال 1 على البريودك تايم، فالبريودك تايم 1 على الفريكونسي اللي هو 1 على 20 يعني ب 0.05 سكند. 39 if the velocity of sound in air 320 del v equals 320 and its frequency is 640 hertz. Will frequency 640 hertz. Sound transferred to water. يعني ده كده في الاير. طب رحت نقلت الساوند في الووتر. Sound transferred to water where its velocity of sound in water. ال v بتاعت الساوند في الووتر الحقيقة برقم جميل قوي 4608 كيلومتر بير اور. Convert multiply 5 على 18 او تعملها بالكالكوليتور عشان تطلع مع حضرتك مظبوطة. هتطلع لك ب 1280 متر بير سكند. Compare between the wavelength in air to that in water and the frequency of in water to that in air. هنقارن ما بين الwavelength في الاير للويف لينث في الووتر. طيب نعملها ازاي؟ نجيب الويف لينث في كل حاجه. طب والفريكونسي؟ لا الفريكونسي كونستنت، اشمعنى هو سورس واحد. طيب نجيب الفي ايكوال لامدا نيو، الفي ب 320، اللامدا انا ما اعرفهاش دي اللامدا في الاير. طيب والنيو عندنا ب 640. اللامدا في الاير هتطلع بكام؟ يبقى 320 على 640 هتطلع لي بهاف متر. طيب نيجي الناحية التانية، نجيب ال V كوال لامدا نيو ده في الووتر. ال V عندنا ب 1280، اللامدا أنا معرفهاش بس اللامدا هنا في الووتر، والنيو عندنا ثابت ب 640. فعشان تطلع بكام خلينا ناخدها واحدة واحدة كده. هتطلع ب 2 ده اللامدا، وبالتالي ادي اللامدا ووتر. انا عايز اكمبير بتوين الويفلنس اللي اتقال الاول الاير للووتر. نقول له يا مستر طيب تعال نغير كلر كده عشان وانت بتحل. لامدا اير اوفر لامدا ووتر فتديني 0.5 ديفايدد 2. 0.5 ديفايدد 2 124. طيب تعالى بعد كده اند ذا فريكوانسي ان ووتر تو ذات ان اير. يا سيدي الفريكوانسي ثابت، وبالتالي ريشيو بين الفريكونسي اير، مع انه قال الفريكونسي في الووتر في الاول، لفريكونسي اير يا سيدي الريشيو ما بينهم 1 تو 1 لان هي ثابته، ودي اللي بتلخبطكم كتير. تاني وان سورس، هو سورس واحد عمل فايبريشن، اذا الفريكونسي ثابت واوعى تغير كلام. 40 وايرلس ستيشن emits a wave of speed 3 times 10 power 8 meter per second. 3 times 10 power 8 meter per second.
towards the satellite after 0.03 seconds, the same station receives the wave. ما تيجي توريهاني كده اهو ادي station بعتت الكلام ده للساتلايت ادي الساتلايت فبعتت له الويف بالمنظر اللي حضراتكم هتشوفوه حالا اهو وبعدين قال لي بقى ايه تورد الساتلايت افتر 0.03 سكند ذا سيم ستيشن ريسيف يعني هو راح ورجع بنفس المنظر والطريقة دي the same station receives the wave using radar calculate the distance between the station and satellite واحدة واحدة بس عشان تبقوا فاهمين ال distance رايح جاي طب اتاخدت هل التايم ده كان رايح ال distance من اول هنا من اول station لحد satellite طب هل التايم من اول station لحد satellite التايم ده رايح جاي فبالتالي انت حضرتك عايز ال distance ومعاك ال v يبقى لازم التايم يكون related لل distance التايم ما يبقاش رايح جاي التايم بس يبقى رايح فقط مش الديستنس هي المسافه دي اه مش المسافه رايح جاي لا يبقى التايم برضو رايح فقط فتبقى التايم ب 0.03 بس ديفايدد 2 ودي غلطتكم في المساله الفي هتبقى ايكوال دي على تي الرقم ده هيطلع ب 0.015 ونجيب بعد كده 3 تايم 10 باور 8 والتايم 0.015 عشان نجيب الديستنس هتطلع كده بالكالكوليتر تعال نحسبها ونشوفها واحدة واحدة هتطلع بالكالكوليتر ب 4.5 تايم 10 باور 6 بس مش هتطلع مرة واحدة حضرتك هتدوس على الزر بتاع اي ان جي بتاع انلارجمنت 41 The periodic time of vibrating source is 1 over 70 second يبقى ده البريودك تايم 1 over 70 Second, a person standing at distance of 10-20 meter from the source hears the sound after 3 seconds. Find the wavelength of sound wave, عايز اللامدا, and the distance between compression and next rarefaction. Compression and next rarefaction, يبقى انت طالب الديستنس, بس لما النمبر كان بهاف جبنا النمبر بهاف منين كلمة compression للنكست rarefaction نجيبها واحدة واحدة كده احنا عندنا DOT اكيد يجيبوا لي velocity وممكن اجيب اللامدا من هنا طب تعال نشوفها بعض ال V equal distance على time 1020 على time اللي هو ب 3 نجيبها كده ونحسبها بالكالكوليتر براحتنا هتطلع لي ب 340 ونيجي نقول لحضرتك الفريكونسي هيبقى بكام 1 على تي يعني 1 over 70 يعني ب 170 هرتز ال V equal لامدا نيو ال V عندنا ب 340 واللامدا انا عايزها والفريكونسي ب 170 عشان يطلع الويف لينث ب 2 متر الديستنس بين الكمبريشن والنكست ريفكشن نص الويف لينث يعني نص الويف نفسها طب ما الويف لينث ب 2 يبقى اكيد نصها ب 1 بس انا عايز اجيبها بالقانون مفيش مشكله يا استاذي اللامدا ايكوال الديستنس على النمبر ده 2 النمبر بهاف والديستنس عايز يبقى اكيد من هنا اقدر اقول ان الديستنس ايكوال 1 متر بالمالتبليكيشن هاف تايمز 2 42 Two persons are fishing from small boats located 30 meters apart. Waves pass through the water and each person's boat bobs up and down 15 times in 1 minute. ده كده في نمبر وفي تايم، ما تخليهم على جنب كده، النمبر كان ب 15 لما كان التايم ب 60 second. At a time where when one boat is on a crest, the other one is in a trough. And there is one crest between the two boats. What is the speed of the waves? يبقى أنا عندي عشان أجيبها صح لازم واحدة واحدة ترسم الرسمة دي. One boat, two persons fishing from small boats located 30 meters apart.
طيب وبعدين قال لي 1 فولت از اون ا كريست، يبقى 1 فولت هنا اهو والاذر على تراف وفي كريست ما بينهم، يبقى انا هاجي كده ده كريست والتاني تراف، يبقى التراف هنا اهو والمسافة دي من اول هنا لحد هنا ب 30 متر. حل المسألة دي في الرسمة دي ليه؟ عشان ابتدي اكاونت النمبر، يعني عايز اكاونت النمبر، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى الديستنس لو كانت ب 30 يبقى النمبر بقد ايه؟ 6 امبليتود بواحد ونص. تقدر تجيبها بأي قانون وأي طريقة. طب تعالى نكمل. أنا معايا هنا الاتنين دول ديستنس ونمبر، يجيبوا لي ويفلانس. لامدا يكوال ديستنس أوفر النمبر. 30 الديستنس ديفايد 1.5 فتديني 20 متر. طب اوعى تنسى إن أنت كان معاك نمبر وتايم، دول يجيبوا لك فريكونسي، نمبر على التايم. يعني 15 over 60 اللي هتطلع بالكالكوليتر ب 1 على 4 هرتز. V equals lambda new، lambda ب 20 والنيو ب 1 على 4 عشان تعملهم بالكالكوليتر ويديني 5 متر بير سكند. Very easy problem لو فكرت فيه. For 3 a stone is thrown in a pool، 40 waves are produced in 4 seconds، يبقى number 40 will time before second، طبعا اكيد يجيبوا لي frequency. And the diameter of external wave 3.2، ما بنشتغلش بالدايمتر بتاع الاكسترنال ويف حضرتك، كده اهو 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 الويف بدأت من هنا ومشيت كده، مشيت ايه ده ال distance equal radius مش الدايمتر، وبالتالي يبقى distance بتبقى half 3.2، يعني 3.2 divided 2 اللي هتطلع لي ب 1.6 متر. بعد كده بقيت المسألة بقت سهلة، تعويض مباشر، frequency number at time يعني 40 over 4 اللي هتديني 10، number 2 البريودك تايم، تايم على النمبر يعني 4 على 40 يعني ب 0.1 second، 3 الwavelength لندا distance over number، الديستنس عندنا ب 1.6، طب والنمبر بكام؟ هتلاقي النمبر ب 40، 1.6 divided 40 0.04 متر. نمبر 4 speed equals lambda new، اللامدا ب 0.04 والنيو عندنا ب 10 عشان تطلع ب 0.4 متر per second.